أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. تلكم الآيات التي نزلت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أستهل بها داعيا الله عز وجل أن يجعل الآخرة أفضل لي من الأولى، وإني راض بقضاء الله وقدره منذ أن وعيت على هذه الحياة وإلى أن ألقى الله عز وجل. كلكم الآن أصبحتم تعرفون العبد الفقير إلى الله. أنا الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، صاحب الفتوى التي لم يكن يتصور قط أنها ستحدث كل هذا الزخم وتحدث كل هذا التفاعل بين الناس. عندما أتحدث اليوم أتحدث وقد بلغني أن الجامعة قد أصدرت قرارا رسميا بإيقافي عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالتي إلى التحقيق بتهمة الإفتاء بهذه الفتوى. وحقيقة الأمر أني لم أكن أتابع الإعلام جيدا في الفترة الأخيرة، ولكن أبنائي الطلاب كانوا يرسلون إلي الكثير من المقاطع المصورة على القنوات الفضائية، ويرسلون لي قصاصات الصحف التي تناولت الخبر، وآخر ما جاءني فيديو من أحد أبنائي الطلاب، لقاء مصور بين مذيعة في قناة العربية والأمين العام لجامعة الأزهر يتحدث فيه عن العبد الفقير إلى الله، فيقول إن الدكتور إمام رمضان إمام سعيد ذاكرنا الاسم رباعيا، ليست هذه هي الواقعة الأولى بالنسبة له، بل سبق له وأن أوقف عن العمل لامتناعه عن تسليم أوراق الإجابة. كان ذلك في عام 2011 على ما أتذكر. ثم قال تم إيقافه للمرة الثانية عندما فعلته بمحاضرة الشهيرة داخل جامعة الأزهر وداخل كلية التربية. ثم هذه هي الواقعة، وقد سجنت لمدة عام، والحقيقة أني خرجت الآن لأرد وأعب لا عن مضمون الفتوى ولا عن أسانيدي في الفتوى، ولكن هذه رسائل أرسلها للجميع حتى يعلموا الحق من الباطل، وحتى تنجلي الحقيقة أمام الجميع. ينبغي أن يعلموا أنني الأستاذ الوحيد ربما في الجامعات العربية والمصرية الذي اعتصم بأولاده 2 أسبوع كاملين في المبنى الإداري للجامعة أنام على الأرض. كان ذلك بسبب ما عانيته من فساد إداري وفساد مالي، ذقت منه الويل والصبور، ونهبت فيه جميع مستحقات العلمية والمعنوية والأدبية، ولم أجد ناصرا لي، بل استخدم معي كافة أنواع البلطجة الإدارية حتى لم أجد مفرا إلا الاعتصام. ومع ذلك عندما وعدوا فأخلفوا وعدهم، عندما قمت بفض الاعتصام بعد وعد بتحقيق جميع مطالب المشروعة، طالب المشروعة هي مستحقاتي لدى الجامعة التي لم أتقاضاها حتى الآن، نكسوا بوعدهم ثم أوقفوني عن العمل، ثم أوقفوني للتحقيق. ويعلموا جميعا أنني ما أوقفت عن العمل إلا ومنعت جميع مستحقات المالية، وأنا لا أملك من حياتي إلا راتبي، لا أملك شيئا غير ذلك. ومع ذلك هذه المرة الأولى. المرة الثانية في محاضرة الشهير التي اتهمتني فيك الجامعة بأنني منتهك لأعراض الطلاب وأجبرتهم على خلع ثيابهم داخل جدران الجامعة، ثم أحالتني الجامعة إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض، ثم حرضت
حرضت الطلاب على شهادة الزور، وحرضت بعض الموظفين على شهادة الزور، وذهب الجميع، ورفضت النيابة العامة أن تستمع لشهود النفي أو ترى أدلة النفي التي تثبت براءتي من هذا الاتهام جيدا. ثم كان الأمر في المحكمة الجنائية التي أبت أن تستمع إلى كلمة واحدة لي، وعندما قلت للقاضي وانتزعت الكلمات رغما عنه لي أكثر من 35 عاما فوق المنبر وأدرس في الجامعة، كل ذلك دفاعا عن الإسلام عن ديني، فقال لي جملة لا يمكن أن أنساها أبدا: ملكش دعوة بالإسلام. هكذا كان رد القضاء علي قبل أن ينطق بحكمه. واعلموا جميعا أن توصيف الحكم قد تم تغييره، فحضرتك بمنتهى البساطة قضية هتك العرض من 3 إلى 7 سنوات جناية، لكن تم تغيير توصيف الحكم لتكون جنحة استخدام قسوة والتحريض. هذه التهمة عقوبتها غرامة 300 جنيه أو 3 أشهر، أقصى عقوبة فيها هي عقوبة عام، وقد منحتني المحكمة أقصى عقوبة فيها بتوصية. ولكم أن تعلموا أني عندما دخلت إلى جدران السجن وجدت معاملة من المسجونين المتهمين في جرائم قتل وسرقة وهتك عرض حقيقي وتجار مخدرات أفضل مما لاقيتها في جامعتي. ثم كان ما كان، أني مكثت داخل السجن 369 يوم، يعني من سنة وأكثر، 369 يوم. رسالتي إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخنا وأستاذنا ومعلمنا، أنا هو ذاك الدكتور إمام رمضان الذي اعتصم بأولاده، أنا هو ذاك الدكتور إمام رمضان الذي اتهمتموه زورا وبهتانا بهتك العرض، أنا هو الأستاذ الذي ذهب إليك أخي متحملا مشاق السفر إلى مسقط رأسكم يستنجد بكم، فكان قراركم وقولكم لأخي لو كان أخوك عندنا كنا ضربناه بالرصاص، لماذا يا فضيلة الإمام لماذا حكمتم عليه بهذا الحكم ولم تسمعوا كلمة واحدة؟ فضيلة الإمام الأكبر، أنت أستاذنا وشيخنا، أنت أستاذ في العقيدة والفلسفة وأنا أستاذ في العقيدة والفلسفة، ومفتي الديار الإسلامية أستاذ في العقيدة والفلسفة وأنا أستاذ في العقيدة والفلسفة، أستاذنا وشيخنا ومعلمنا شيخ الأزهر، حصلت على درجة الدكتوراه من فرنسا، وما أدراكم ما فرنسا؟ بلد الفكر والثقافة والعلم، فرنسا بلد ريني ديكارت، وما أدراكم ما ريني ديكارت؟ أبو الفلسفة الحديثة، صاحب المقولة الأشهر في تاريخ الفكر: أنا أفكر فأنا إذن موجود. جعلتم من الفكر مقبرة لكل مفكر، جعلتم من الفكر أداة من أجل التنكير بالمفكرين بها، تريدوننا أن نسير عقولنا في نعالكم، اغتلتم كل فكر جديد. ماذا فعلنا بكم؟ ماذا فعلت بكم هذه الأجيال؟ فضيلة الإمام الأكبر، أنا ذاك هو الرجل الذي أصدر هذه الفتوى، والذي قال عنه الأمين العام لقناة العربية أنني لست أهلا للفتوى، والسؤال من هو أهل الفتوى؟ علماء الفضائيات الذين يخالفون المعلوم من الدين بالضرورة، من هم أهل الفتوى يا فضيلة الإمام؟ أنا لست أهلا للفتوى، ولكن ها أنا ذاك على الملأ أقولها لكم جميعا، أقولها صراحة، أنا مستعد لتلبية دعوتك حتى آتي إلى مشيخة الأزهر ماثلا بين أيديكم في مناظرة يحضرها مفتي الديار المصرية، مناظرة علانية، وفي هذه المناظرة أجيب على الفتوى التي أطلقتها بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ الصحابة ومن واقع الأمة الذي تحيا ومن ثقافة الفنون التي تبث لهذا الشعب، أجيب عن هذه الفتوى بالأدلة والبراهين، وأسألكم 7 أسئلة لا ثامن لها تراود الشعب كله،
إن أجبتم عنها فبها ونعمة وأنتم فوق رؤوسنا، وإن امتنعتم عن المناظرة وامتنعتم عن الإجابة عن تلك الأسئلة فيرحمنا ويرحمكم الله. فضيلة الإمام، عندما أتحدث الآن وأنا أتحدث للناس ما كنت أظن أبدا أن هذا يمكن أن يحدث، فما أنا إلا أستاذ كان يراعي الله عز وجل في تعليم أبنائي، لأني أعلمهم العقيدة، وما أدراكم ما العقيدة، أعلمهم الأخلاق وأعلمهم القيم. أقول لكم دائما إن المواد العلمية التي أدرسها لكم ليست موادا يلقى بها بعد ذلك من العقل ومن القلب، ليست مواد تمزق كتبها ثم تلقى في سلة المهملات. أنا أدرس لكم مواد حية، تلك المواد التي ستبقى معكم وتعيش معكم في أقوالكم في أفعالكم في بيوتكم مع أزواجكم مع بناتكم، ستعيش معكم إلى أن تلقى الله. فضيلة الإمام، معذرة، أعاني الظلم كما تعانيه هذه الأمة، تجرعت منه الكثير والكثير والكثير، ولم أعد آبه لشيء على الإطلاق. أكملت 60 من عمري، أديت رسالتي وفقا لما أتيح لي، وليس لي مأرب في هذه الحياة ولا أطمع في أي شيء فيه، والله لقد بغضت حياتكم كلها وما عاد لي أمل فيها وما عاد لي رغبة فيها من مثل ما أرى ومن مثل ما أفعل. تنتصرون للباطل على حساب الحق، وما رأيت منكم إلا أقوالا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فضيلة الإمام الأكبر، شيخنا ومعلمنا وأستاذنا، أستاذنا، ها أنا ذاك العبد الفقير إلى الله، قد أعلنتها صراحة بأمر من الله وبتأييد من الله، ومن يتوكل على الله فحسبه، أني أناظرك أمام الملأ لأثبت إن كنت على حق أو على باطل، وعقيدة الراسخة وإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع هنا يجب أن يعلمه الجميع، ويجب أن يعلموا أن الفتوى ما أقيمت إلا على قاعدة ذهبية أرساها الإمام الشافعي عندما قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غير خطأ يحتمل الصواب. لم أفتي بجهل، ولم أفتي بهوى النفس، ولم أفتي رغبة في ملك أو وظيفة أو سلطان أو مركز، وإنما قلت كلمة من القلب ومن العقل أبتغي بها الله عز وجل، ولا أبتغي بها أحد غيره. وأختم كلمتي إليكم جميعا وإلى فضيلة الإمام الأكبر، أقول صراحة إننا نخرج أبناء من جامعة الأزهر، ومنهم هؤلاء الذين تعروا، والله الذي لا إله إلا هو، عار على هذه الجامعة. نخرج أبناء من جامعة الأزهر لا يعرفون كيفية القراءة من كتاب الله، فما بالكم بحفظ كتاب الله. نخرجهم ليرتقوا المنابر، يخرجهم لكي يدخلوا إلى المعاهد وإلى المدارس يقومون بتدريس الدين، وهم أبعد ما يقولون عن الدين والقيم والأخلاق. ندخل إلى كلية التربية طلابا حاصلين على 50% لا يجدون القراءة ولا الكتابة ولا يجدون أخلاقا ولا قيما على الإطلاق، ثم تريد أن تخرجهم بعد ذلك علماء. فضيلة الإمام الأكبر، أختم كلمتي إليك وإلى الجميع بأمرين جوهريين. الأمر الأول يتمثل في محاضرة الشهيرة التي خلع فيها الطلاب ملابسهم وثيابهم. فضيلة الإمام الأكبر، عد إلى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الذي توفي في القرن الرابع الهجري لتجد القصة كاملة بحذافيرها موجودة في هذا الكتاب من ملك الفرس الذي تعرى قادته ووزراءه من أجل عقد، ولم يتعرى عربي شرفا، ولم يتعرى عربي حياء. أما عندنا في جامعة الأزهر تعروا للنجاح، تعروا لأن تعروا، باعوا الدين من أجل أن يشتروا النجاح الدنيوي. كيف بمن باع الدين عقيدة وخلقا وشريعة لكي ينجح في الدين عقيدة وأخلاق؟ هذه واحدة. أما الثانية، فاعلم فضيلة الإمام أن جريدة الأخبار المصرية قد نشرت خبرا عن جامعة كريستون بنجلدرا
أنها قامت بإجراء استفتاء أو إحصاء لمعرفة أسباب انتشار الإلحاد في الوطن العربي خاصة بين الشباب. ويا لها من نتيجة تلك التي توصلت إليها الجامعة بعد إجراء هذا الإحصاء أو الاستفتاء، إذ كان من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إلحاد هؤلاء الشباب هم عدم الثقة في رجال الدين، رجال الدين الذين تاجروا بالدين من أجل الدنيا، رجال الدين الذين ناصروا الفنانات والفنانين وأحل لهم تأخير الصلاة في فتوى لم يحال فيها قائلها إلى التحقيق ولم يتم إيقافه عن العمل. دع علماء الفضائيات يفتون بما شاءوا، دع علماءكم يفتون بما شاءوا، لست مفتيا وإنما أنا رجل علم أجتهد قدر الإمكان والطاقة. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وإني قد رضيت الله بقضائه وقدره. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.